مع الاسف الشديد تلقينا بهذا الزلزال الكارثي وفقدنا بزاف من احبابنا من جيراننا من ولادنا من الساكنه كلها مسكينه مضروبه ولكن باقيين حنا واقفين وكنشكر بزاف المواطن والمواطنه المغربيه المواطنين والمواطنات المغربيات اللي هما في ذاك الليله اللي وقع لنا هذه الكارثه جاوا عندنا جاوا تضامن معنا تضمنوا معنا والله العظيم الا اون تري توشي بهذه لا سوليداريتي شين دو سوليداريتي ناسيونال دابور. بالنسبة لهذه المبادرات اللي كيديروا هذه الجمعيات بحال هكا الوليدات شنو وقعها على الوليدات كيفاش؟ انا جمعيات اللي جابوا واحد السوغيغ واحد الفرح للطفل للشباب لان هما الشباب تقيسين لان من 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 بالليله والصباح ما مشوش المدرسه ما لقاو لا استاذ ولا استاذه المدرسه ديالهم ما عرفوش فين غاديين وعندهم واحد ازمه نفسيه وهذه الجمعيات الحمد لله جمعيات اللي كتجيب سميتو الفرح للطفل والشباب واللي جات عندهم بالموارد ديالهم الشخصيه وموارد جمعويه جاوا ساندونا جاوا من بعيد خسوا الحراره ديال هنا ولكن كاين واحد الحراره ديال القلب ديالهم اللي عطاتنا سي سا في الشوكور عطاتنا واحد انوزون ايبولي انوزون يا لونتخي ديال لا سوليداريتي اخويه اللي هي ما كتصورش احنا دابا حدا هاد الكومبلكس ديال غير قول لي الكومبلكس ديال السعاده السعاده سي دايير لو سوغيغ يرجع الفرح رجع للشباب ينساو شويه هاد المحنة ورا والديهم دابا في المخيمات ورا تا هما ارتاحوا من المخيمات هذاك الشيء على ذكر في المخيمات انتم كمجلس جماعي اشنو درتوا باش نحاولوا نتجاوزوا هذا الشيء اشنو درتوا اثناء الزلزال في هاد المده هذه حنا خدامين مع السلطات المحليه بجديه والعماله والوزاره جاو عندنا وقالوا لنا راه حنا معكم وإن نوز اون سوتوني وقالوا لنا حنا كاع التام اللي عندنا غنجيبوه لكم غنبنيوها مزميس حنا معكم مع التعليمات ديال سيدنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله راه كلشي واقف الشعب وراء سيدنا وكنطلبوا ليه الحمد لله يحفظ ربي ويحفظ البلاد ديالنا من الاعداء وحنا راه واقفين اون دي زوم اي دي فام كي سون تري دوبو كي سون كابابل دو فير لو ميراكل هنا في المغرب ومزميز حتى هو ساكن ديال مزميز حتى هي راه سافره واقفه وكلشي عارفه بانه هذاك امر الله سيت ان ديستان سيت ان ديستان وكنطلبوا الله يلطف بنا اللي مات الله يرحمه اللي تجرح الله يشافيه اللي باقي الله يصبره وحنا راه صابرين و لو جور دو جور راه كتحسن الوضعيه وكنقدم هذا المنبر سميتو تحياتي للقوات الملكيه القوات المسلحه الملكيه والدرك الملكي والقوات المساعده والسلطات والعمالات والرؤساء ديال المجالس ديال الترابيه كل متخبين. بالنسبه للواقع ديال الاحصاء واش تم جرد كاع الساكنه هنايا المتضرره تم يعني جات اللجنه عندكم دارت الاحصاء هنا في بدايه في المرحله في بدايه الاحصاء كيديروا ان بيلون هادي غطيح هادي غادي تصلح هادي لا جاوا اللجان ماشي وحده جاوا اللجان ومن بعد غيجوا من وراهم اللجان الا كان شي تعرض ولا شي حاجه شي واحد عنده شكايه ما قنعاتوش ولا شي حاجه هنا غنعطيك انيستيماسيون تقريبا كاين واحد الثلث واحد الربع اللي واقف دابا اما الاخرين راه مشى لينهيار 70-80% خصها تخلع لان كل شيء كان هاد كانت قريه ولات مدينه
وحنا هنايا حنا واقفين وراء جلالة الملك نصره الله، واقفين مع خوتنا المغاربة والمغربيات مع وطننا. نموتوا هنايا بسميتو كما نقول لك واحد الشرف، نموتوا بواحد شرف كبير، كرامة والعزة.